مدام ميرنا مكرزل، أهلا وسهلا فيك عبر ليالينا. حضرتك من منظمي هالفعالية المميزة، خبرينا هيك أكثر عن الكواليس التحضير، كيف تواصلتوا مع المشاهير يلي رح تكرمون، وليش اخترتوا هالأشخاص بالضبط يلي رح يتكرموا بالإيفنت؟ أوكي، نحنا صراحة نختار الأشخاص منشوف قدي هن عطيوا. أهم شيء نحن عنا الأشخاص اللي عطيوا لفترة طويلة، بهمنا إنه نقول لهم ميرسي. هذا المهرجان كناية على a big thank you، عرفتي؟ سو مننقي الأشخاص اللي عن جد أعطوا كتير، منحط أسامي، منحكي، منتناقش بين بعضنا لنشوف كيف الأمور بتصير. وبالكواليس كتير منيحة، كتير منظمة، هذا أهم شيء. نحن كتير ناس منحب التنظيم، منشتغل كتير منظمين يعني، وكتر خير الله يعني إذا مثل ما هلأ مبلشين كتر خير الله. مدام ميرنا، حضرتك ممثلة ويعني ظهرت بعدة أفلام ومسلسلات، ولكن مؤخرا ما بقى عم نشوفك على الشاشة، شو السبب؟ أول شيء السبب إنه خففت شوي تلفزيون، عم بشتغل أكتر سينما. تاني شيء عم بحضر لمسرح، وتالت شيء رجعت على الجامعة عم بعمل ماستر، سو ما عاد عندي كتير وقت. التلفزيون بياخد كتير وقت، هلأ ما وقفت نهائيا بس مخففة شوي. صح، يعني ما فينا نعتبرك اعتزلت، فينا نقول إذا صار لك فرصة يعني بتناسب مسيرتك رح ترجع تكفي بالتمثيل. أكيد إذا دور بقدر أعمل منه شيء ما رح أقول لا، بس هلأ يعني for the moment أنا منيحة يعني، عم خلص الماستر تبعي، عم بهتم بهيك أمور بحياتش، عم صور أوقات سينما، عم حضر لمسرح. بعتقد يعني الممثل لازم بكل فترة ياخد هيدا الديستانس إذا بديك من الدومين لحتى يعيد قصص ويعرف لوين بده يرجع يتوجه. بس أكيد إذا اعتزلت بقول اعتزلت، مني من هول اللي بيختفوا هيك. مدام ميرنا، يعني هلا نحن بنعرف انه وضع الفنان اللبناني بس يكبر بالعمر عم يتراجع لورا على كل الصعد الاجتماعيه الماديه، هل التكريم هو فقط تكريم معنوي ام عم يترافق مع يعني تقديمات اخرى بتامن له حياه كريمه لهالفنان؟ في كتير اشياء بتتقدم لهم، بوالص تامين، بتقدم لهم دعم، بكفي انه وقت اللي نرجع نحن نسلط الاضواء عليهم بيرجعوا الصحافه بيتذكرون، بترجع التلفزيونات بيتذكرون، اصحاب اللي مثلا اللي بيغنوا بيرجعوا بيتذكرون، بيطلبون لحفلات. سو هيدا كله جاي مثل ايكو من ورا المهرجان. شكرا لك مدام ميرنا، بنتمنى لك توفيق بال يعني بالاحتفال وبمسيرتك. ثانك يو، ثانك يو فيري ماتش.